كنكرهك يا صاحبتي كنكرهك، تي عندك كل شيء وانا ما عندي والو، الفيلا والطوموبيل والشيفور والخدامات، علاش يا ربي عندك كل شيء وانا ما عندي والو؟ كنكرهك يا نسرين كنكرهك. تقاشر ما عنديش كي الناس، متقوم انا من الصباع من القدم، علاش يا ربي بحال هكا؟ علاش هي عندو كلشي الا انا؟ ميساء بنتي انا جيت. مالك الناس كيبقاو يضحكوا عليا في المدرسه دابا؟ هادو تقاشر، هادو ماما، هادو تقاشر. نسرين زي بقاتك تضحك عليا. ياك نسرين صاحبتك؟ واخا صاحبتي، شفت تقاشر عندي من تقوبين من القدام ومن القدام، انت هذا من القدام. صافي يا بنتي دابا شريك تقاشر، راك تناويه اليوم غنجيبهم ليك. ساعه ما كتبش ما بعت، انا تا بياسه ما بعتها. صافي دابا نجيب لك التقاشر. ميساء بنتي وصافي يا بنتي، وتقاشر ما غنجيبهم ليك، غدا غيكونوا عندك. علاش ماما، علاش ماما نسرين عندها كل شيء وحنا ما عندنا والو؟ تمنيت غير ربع من هذاك الشيء اللي عنده، ما ربع، ربع تمنيت. ماما طبيبه، بابا انجينيور، حنا شنو حنايا؟ حنا شنو حنا؟ بابا كيبيع الخضرة وانتي كتفرشي تبيعي الحوايج، مرة كتبيعي ومرة كاع ما كتبيعي. ساليتي يا بنتي، خرجتي داكشي اللي دارك في قلبك؟ كنكرهها ماما نسرين، كنكرهها بزاف. علاش بنتي، علاش انانية لهاد الدرجة؟ علاش يا بنتي انتي انانية؟ كل بنتي وربي شنو مقسم ليه يكون عنده؟ ربي مقسمنا هكا والحمد لله، نحمدو ربي ونشكروه. نسرين مقسم ليها ربي، بابا هيكون انجينيور وماما هتكون طبيبه، عيب. هما ربي بغى يشوفهم هكا، حنا ربي بغى يشوفنا هكا. شنو ما راضياش بابا كيبيع الخضره وانا كنبيع الحوايج؟ راه هذيك الخضره وهذوك الحوايج راه بيهم عايشه بنتي. شنو هاد الهضره اللي كنسمعها ميساء؟ علاش بنتي كتكرهي صاحبتك لهاد الدرجة؟ علاش؟ ملي انتي يا بنتي هداك الشي كيضرك في خاطرك اللي عندهم، علاش بنتي كتمشي لعندها؟ يوميا كتمشي لعندها، علاش كتمشي لعندها؟ بعدي منها وارتاحي، بعدي منها بنتي وارتاحي، بعدي منها. منقدرش ماما نبعد منها، هي لاصقة فيا وانا منقدرش نجرحها. ودابا هاد الهضره اللي كتقولي ما كتجرحيهاش، راه هذا هو الجرح الكبير يا بنتي. كتمشي عندها وهي ما جايبه لك خبار، وانت جالسه معاها وفراشه وكتاكلي معاها من طبصيل واحد، وانت كتجلي هنا وكتهضري فيها بهذه الطريقه هادي. هادشي راه حرام يا بنتي، راه ما يبغي لا ربي لا العبد. حتى انت يا بنتي قراي 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 ان شاء الله وتوصلي وديري داكشي اللي عندهم، وما انت الا بغيتي ديري راه غديريه بقرايتك. دبر راسك، يكون عندهم ولا ما يكونش عندهم، هذاك الامر ما كيهمناش حنايا.
صافي بنتي تقاشر غادي نشريهم ليك. نوضي يا بنتي نوضي غسلي وجهك نوضي وبدلي الساعة بساعة أخرى. نعم اجي هاني جايه. مالك يا بنتي اش كاين؟ ماما زيدي تشوفي هاني سرين عطياني الحوايج ديالها اللي شاطو عليا اللي ما بقاتش باغا تلبسهم. هاك ديهم مزيانه يا بنتي بيعيهم. وهي عطاتهم كنتي تلبسيهم ولا عطاتهم لي انا نبيعهم؟ شنو عطياني؟ ها شنو فيها يا بنتي اللي عطاتك صاحبتك الحوايج تلبسيهم؟ والله الا يا بنتي صباط مخير. علاش يا بنتي لبسيه وانت يا ام حسن هذاك ولدك صندلت الميكا راه ما لقيتلك جهده بنتي. هذوك البيجامات يا بنتي راه غاليين ديهم تبيعيهم. لا بنتي ما غاديش نبيعهم. حيدي منك هاد الانانيه اللي فيك. حوايج طاتهم لك صاحبتك لبسيهم ما فيها عيب. باش نلبس حوايج ام حسن بنتي. واش هذيك السبرديله ولا هذاك الصباط هذيك صندلت الميكا اللي غادا بها جايه؟ انا ما لقيت لك جهد باش نشري لك صباط. شوفي يا بنتي الصباط اللي عطاتك ديال البرد والشتا والله بنتي حرام عليك. ما غاديش نلبس الشياطه ديالها لهلي حيه. ديهم تبيعهم وشري لي انت حوايج. بنتي بشحال غادي نبيعهم؟ نبيعهم 3 دراهم ولا 5 دراهم؟ المهم غادي اللهم نسيهم. بعدي مني يا ماما تبقاي تعصبي فيا. راك انت اللي كتعصبيني مش انا اللي كنعصبك. ملي انت ما باغاش ديك السيده ما تبقايش تمشي لعندها. هذا كيتسمى نفاق. منافقه انتي انتي منافقه ما تسوايش. اللي صاحبتك دايره فيك غير الخير وكتصرف معاك مزيان. شفتك كتمشي بهذيك صندلت الميكا بغات تهلا فيك وعطاتك ديك السبرديله وانتي داير هاد الحاله هادي داير هاد الفضيحه. شوفي الله يرضي عليك ما تبقاي تنكدي عليا حياتي. ما عجبكش الحال ما تبقايش تمشي لعندها وبعدي من البنت. عطي البنت الثقه بساله ما ربيتكش انا هكا. بكي يا بنتي بكي بكي. خرجي خرجي داكشي اللي في قلبك. بكي هكاك بكي باش ترتاحي. ما تبقايش تمشي لعندها. انا راضيه عليك. ما تبقايش تمشي لعندها. ما تبقايش تمشي لعندها يا بنتي. كصغيري منها ما تمشيش لعندها. شكون بزاف عليك تمشي لعندها واخا تقول لك اجي عندي قولي لها لا. شوفي يا بنتي راه كل ربي كيمقسم له يعيش. تقبلي يا بنتي تقبلي هذا الوضع اللي انت هي فيه واللي هي فيه. والله بنتي حتى حرام عليك. حرام عليك يا بنتي. احس ماء العينين بالياس لما رسب في الامتحان بسبب تقصيره في واجبه الدراسي وقلة صبره. فواجهته امه قائله ميساء بنتي لبستي حوايجي النسرين هكا بنتي نبغيك الله يرضي عليك. لبستهم ماما حيت كنت كنحس براسي غلطه في حقها بزاف. يا ربي اسمح ليا. هي مسكينه ما كانت كدير ليا والو غير انا كنت كنغير منها والغيره كانت كدير ليا بحال هكاك. عرفت يا بنتي عرفت الغيره كانت كتسيطر عليك وما كتعرفي راسك شنو كديري. ولكن يا بنتي لا شوفي راه اي واحد بغى يوصل لشي حاجه راه غادي يوصلها. من قرايتك يا بنتي قادره ديري كل شيء. تانا ماما غدا نقرا حتى نوصل لهداك الشيء اللي بغيت ونولي انجينيو والحلم ديالي اللي كنت كنحلم به غدا نحققه. هكاك يا بنتي شنو قلت لك؟ راه هادشي اللي كنقول لك راه حتى شي حاجه ما بعيده عند الله. بغيتي تكوني حتى انت ملي تكبري تكون عندك قيمه راه في قرايتك يا بنتي غتلقاي كل شيء الا قريتي. وهاديك البنت يا بنتي ما تبقايش جبديها ولا تظلميها. صافي يا بنتي صافي يا ماما دابا هي ولات بحال صديقتي
ولات عزيزة علي، ما بقاش كاع غير منه. هكاك بنتي، واش بقيتي تمشي لعندها؟ اه نقل نمشي عندها ماما، دابا صافي ما غاداش كاع غير منه. وهكاك بنتي الله يرضي عليك. يلا بنتي قراي قرايتك. نظرة إيجابية فيها تفاؤل وأمل، وأعلم أنه بالجد والاجتهاد ستبلغ المراد.